مسار مساري يعني تتويج مهم. جميع الصحفيين يسعون إلى هذا التتويج وأنا أعتز بهذه الجائزة، خصوصا أن الموضوع أو التحقيق العمل الاستقصائي للشغتين كان حول أوقات السجون أو النساء المرافقات داخل السجن التي يكونوا معهم الأبناء ديالهم التي يقل على 5 سنوات وتعيش ظروف صعبة في المؤسسات السجنية رغم الجهود ديال الدولية، ولكن من الناحية الإنسانية والحقوقية ما زال يلزم العمل والعمل الكبير من أجل هؤلاء الشعب. الجائزة الوطنية للصحافة والتقليد 15 سنة هي للتكريم والاعتراف بجهود الجهود الصحفية والصحفيين. حنا كنعرفو بأن في إعلام الصحافة عندها واحد الدور كبير في الإصلاحات التنمية والتقدم في نشر القيم الإيجابية، وهذه الجائزة هي تختم الناس اللي أمنوا بهذه القيم واللي خدموا في مجال الصحافة وأسدوا خدمات ونشجعوهم لا تنسوش تتابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس.